بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. مثل ما شاهدتم بداية المقطع سؤال أحد المتابعين بخصوص التفريق اللي هو أدنى حد أو رقم للتفريق لعملية التفريق، وهذه عملية التفريق تخص صراحة وحدات تكييف، ومن المهم جدا أن تقوم بعملية التفريق سواء عملت صيانة للمنظومة، استبدلت غاز، لحمت، عندك تسريب لحمته أو استبدلت الغاز، أو أيضا ركبت وحدة جديدة زين، أو بدلت أي جزء في المنظومة، فبالتالي تحتاج إلى عملية التفريق. وعملية التفريق تضمن للأمانة إزالة الهواء والرطوبة من داخل المواسير، وبعض الشوائب إذا كان بالإمكان أن تزيلها عملية التفريق. وتوجد صراحة مضخات كثيرة للتفريق، وسبقا تكلمت عنها، وهذه المضخات تبدأ من 1 مايكرون، مو بواحد مايكرون، تبدأ من 1 CFM زين كيوبيك فيت بير متر، وتنتهي حاليا للأفراد ممكن لغاية 12 13 ممكن توصل 15، أكبر من هذا أو أكبر من هذه القيمة ممكن غير متوفرة للأفراد، ولكن قد تكون متوفرة للشركات وأسعارها راح تكون مكلفة زين. بالنسبة للرقم الذي ذكره الأخ هذا اللي هو 500 مايكرون، طبعا عدة القياس العادية لا تعطيك نسبة التفريق الرقمي زين ديجيتال، ولكن تعطيك الرقم فقط بالماينس بالناقص 30 HG، وهذا الرقم هذا ثابت صراحة بالنسبة لعدة القياس، والمؤشر لن ينزل أسفل من هذا الرقم زين. والرقم هذا ليس دليل على إتمام عملية التفريق، يعني إذا عندك عدة القياس ووصل المؤشر للماينس للناقص 30 HG، فهذا لا يدل على أن الجهاز تم تفريقه من الهواء أو من الرطوبة أو من الغاز، ولكن يدل صراحة على أنك أنت في بداية عملية التفريق. لذلك يجب عليك إذا عندك عدة القياس يجب عليك أن تترك الجهاز هذا يقوم بعملية التفريق، وهذه عملية التفريق المدة صراحة تعتمد على حجم المضخة، يعني ممكن المضخات الصغيرة من 1 لغاية 3 ممكن راح تأخذ تقريبا ساعة ساعتين، والمضخات الكبيرة من 4 إلى مثلا 7 CFM ممكن راح تأخذ في عملية التفريق ممكن ساعة، والمضخات الكبيرة من فوق 8 إلى 13 ممكن راح تأخذ نص ساعة إلى 15 دقيقة. وأعيد وأكرر، هذا يعتمد على حجم الوحدة إنزين، وأيضا طول المواسير بين الوحدتين، الوحدة الداخلية والخارجية. لذلك يلجأ بعض الفنيين أو معظم الفنيين المتخصصين إلى استخدام الديجيتال، العدة الرقمية، والعدة الرقمية راح توضح لك كمية أو مقدار التفريق الذي تم في المنظومة، لأن العدة هذه الرقمية راح تعطيك الأرقام ليس فقط بالماينس، ولكن راح تعطيك الأرقام بالمايكرون، والمايكرون هذه وحدات صغيرة زين تقيس لك كمية الشفط زين، وبالتالي كل ما قل هذا الرقم كل ما كان أفضل. حسب قراءتي صراحة للموضوع الماينس 30 HG راح يعادل تقريبا 25,000 مايكرون، يعني أنت إذا وصلت على الماينس 30 HG راح تكون واصل فقط 25,000 تقريبا 25,000 مايكرون، ولكن عدة القياس مثل ما قلت تعطيك أرقام أقل من هذه. بعض الأدوات القياس راح تعطيك لغاية 0 مايكرون، وهذا صعب جدا.
إنزين، وبعض المضخات أيضا مثل ما يقال لهذه الشركات التي تبيع هذه المضخات تعطيك لغاية 25 مايكرون إنزين، وهذا رغم أيضا صعب الوصول. عندي مضخات صراحة، مضخات تفريق وصلت فيها لغاية 100 أو أقل من 100 مايكرون إنزين. طبعا حسب أيضا قراءتي لهذا الموضوع الرقم 500 مايكرون إذا وصلت على عدة القياس الديجيتال الرقمي، الرقم 500 مايكرون راح يكون جيد جدا ومناسب، ودليل على أن وحدتك هذه لا يوجد فيها أي رطوبة وهواء وما شابه من ذلك. أقل من هذا الرقم ممكن توصل له صراحة، أنا وصلت أقل من 100 في بعض المضخات، لكن المدة هذه أو مدة التفريغ راح تأخذ وقت طويل، وبالتالي تحتاج إلى مضخة كبيرة أكبر من 12 CFM، وأيضا تحتاج ممكن إلى مدة أطول في عملية التفريغ، وتكون الوحدة هذه صغيرة وليست كبيرة، وأيضا المسافة وحجم المواسير هذه راح تكون أيضا صغيرة وليست مثلا كبيرة، وبالتالي 500 مايكرون راح يكون جيد إذا وصلت له، ممكن تكتفي بهذا الرقم. إذا ما عندك عدة القياس الرقمية ممكن تكتفي صراحة بالماينس 30 وتترك الجهاز يعمل لمدة نص ساعة 45 دقيقة ساعة. الوحدات أو المضخات هذه صراحة لا يضرها كثرة العمل إنزين، كل ما طال عمل هذا الجهاز في عملية التفريغ راح يكون جيد بالنسبة لك وللنظام في عملية التفريغ. وفقط يجب أن تتأكد أن الجهاز هذا جهاز الباكيوم فيه زيت، أيضا الكهرباء جيدة، وأمورك راح تكون طيبة. أيضا قبل أن تستمر في عملية التفريغ يجب أن تتأكد أن منظومتك ما فيها أي تسريب للأمانة، اترك مضخة التفريغ تعمل لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق، وبعدين ممكن تتوقف يعني تلاحظ أو تشوف المؤشر أو تراقب المؤشر إذا كان راح يرجع. طبعا المؤشرات الديجيتال هذه الرقمية راح ترجع الأرقام فيها بشكل بسيط وراح تثبت، يعني مثلا إذا وصل عندك 6000 1000 10000 يعني في هذه الحدود مايكرون راح تتوقف، ممكن راح يوصل عندك إلى 12000 راح يرتفع، 12000 مايكرون 13000 مايكرون راح يثبت. كل ما ثبت الرقم هذا في عدة القياس الرقمية وعدة القياس المؤشر هذه العادية بالمسمار، كل ما ثبت كل ما كان أفضل، دليل على أن المنظومة جيدة وصالحة للتفريق ولا يوجد عندك أي تهريب، وممكن تستمر بعدها في عملية صراحة الشفر. إنزين أعيد وأكرر، 500 مايكرون راح يكون جيد، مضخات من الصعب جدا أن تصل إلى أقل من 100، لكن مثل ما هو مكتوب راح تحصل تصل إلى 25 مايكرون وهذا صعب جدا. 500 راح يكون كفاية، يعتمد على طول المواسير، حجم الوحدة، أيضا حجم مضخة التفريغ اللي راح تستخدمها. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع الجمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ الإعجاب وأيضا نشر محبكم. شوفكم على خير إن شاء الله. Oh.